السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة خبير سكور ماتش في هذه المقابلة الرائعة والمنتظرة ولا أروع مقابلة في كأس العالم بين أبو علي الأسلمي وألكسندر المعروف بالدبل في، أكثر لاعب لعب سكور ماتش وأكثر من سجل في سكور ماتش ونسبة فوزه ولا أروع. هذه مباراة الربع النهائي كأس العالم، على بركة الله ننطلق في المباراة. الكرة أخذ ساندر ألكسندر، لحظة حنشوف الإحصائيات. لاعب تقريبا 70,000 مباراة، فاز بأكثر من 50,000 مباراة، مسجل أكثر من 100,000 هدف، عنده أكثر من 200 ميدالية، وعد ميداليات الفضية تقريبا 6 فقط من أصل الإيفنتات الأكثر من 200 اللي لعبهم، تحصل على 6. أحسن دليل على أنه لاعب قوي جدا، جاي مرتشي بسلسلة فوز حالية 40 فوز متتالي في الأرينا أنفينيتي، وخير دليل على ذلك النجوم الموجودة الآن. نسبة فوز 76%، 15,000 ميدالية، 15,000 نجمة، يعني مقفل اللعبة كما ينبغي. ألكسندر أو مانس لايف مثل ما معروف، هو أكثر من لعب سكور ماتش وأشهر حساب في سكور ماتش. الكرة عنده الآن على الجهة اليمنى من هجومه، يمررها في وسط الميدان ويدور بها، يعيدها للخلف ناحية البيلدوزر يمررها على الجهة اليمنى، راح يمرر ناحية الكوموندو، تمريرة ذكية، ماذا حيفعل؟ راح مقطوعة في آخر لحظة، يقطعها منه المدافع وتعود إلى الحارس لأبو علي الأسلمي الأسطورة بطل العالم. هذه مباراة قلت ربع النهائي اللي جمعته أمام الكولومبي ألكسندر المعروف بالدبل في. الكرة عنده ناحية الجهة اليسرى ناحية فيرستينو ماركشمان المصوب البارح، مرة ناحية البيلدوزر في القائم الثاني، خارج منطقة 18، صعب أنك تسجلها، هذه صعب أنها تتسجل، بعيدة ولا لاعب كنت مرر له فعلا تروح للحارس بطريقة سهلة. قلت مقابلة من العيار الثقيل، أبو علي الأسلمي كان أحسن لاعب في الدور الأول، أحسن لاعب، أكثر أحسن هداف وأحسن دفاع، يعني لاعب عالمي جدا. وألكسندر أيضا طبعا لاعب من الطراز العالمي، دخوله في الدورة يجعله هو المرشح الأول لنيله. هاي كرة خطيرة، راح مقطوعة مرة تانية، يسترجح أبو علي على مرتين، المرة الأولى داخل منطقة 18 والمرة الثانية في منطقة 18. الكرة عنده ناحية البروتكتور، تمريرة ماذا يفعل؟ تمريرة في العمق، با يعتمد على سرعة المهاجم، أي مهاجم هذا يعتمد على سرعة بارتيني أنفيديا في التمريرة ناحية البيلدوزر، يستحيل توقف البيلدوزر. جول أول أهداف المقابلة لصالح أبو علي ضد الأسطورة ألكسندر مونسلاف. الكرة عنده الآن، يهاجم على الجهة اليسرى بعد ما ضيع كرتين على الجهة اليمنى، يهاجم على الجهة اليسرى، حيوزع، ماذا يفعل؟ صعب أنك تمررها الآن، هنا غلقت وفعلا يسترجحها أبو علي الأسلمي عن طريق البروتكتور ديكيك، تمريرة ناحية الجارد ديفيتس، الجارد حيمرر ناحية الكوموندو في محاولة صرع الهجمة، ماذا حيفعل؟ حيمرر لبارتيني، فعلا تمريرة في العمق ناحية بارتيني، راح بارتيني سريع جدا، بارتيني يستغل ضعف سرعة البيلدوزر، بارتيني وجه لوجه أمام الحارس والبيلدوزر، ماتسوموتو في القائم الثاني، بوم 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 بوم. قنبلة وقذيفة، 2-0 في المقابلة الأولى اللي أخذ فيها السنتر ألكسندر، هاي المقابلة الثانية حيأخذ فيها السنتر أبو علي الأسلمي. قانون كأس العالم في مباراة ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي، كانت يعني 4 مقابلات، 2 ذهاب و2 إياب بتبادل ضربة السنتر، الفائز في مجموع الأهداف يتأهل. الكرة عنده، انطلق البروتكتور يمررها ناحية فيرسينو في الجهة اليسرى، ولا واحد غير الخطة، راح بارتيني أبو علي، راح بارتيني وجه لوجه أمام الحارس، فينك يا بيلدوزر، وبوم أخرى، بوم 3-0 الآن، تقريبا الأمور شبه محسومة. بابا عليك يا أبو علي، تستغل بارتيني من أجل تمرير للبيلدوزر، 3 أهداف صنعتهم تقريبا بنفس الطريقة.
الكرة الآن عند ألكسندر المتأخر بثلاث أهداف، ضروري يفوز بهذه المقابلة، ضروري على الأقل يسجل هدف. الكرة عنده تفتح الأطراف، راح الجهة اليسرى، راح يوزع في الجهة اليسرى، يوزعها. ماذا يفعل؟ يغير الاتجاه، فعلا يوزعها القائم الثاني ناحية جونيور توندر بابا، ينقذها الحارس وتعود لي أبو علي عن طريق الجارد، يمررها للكوموندو. مقابلة رائعة تقريبا من جانب واحد لحد الآن ناحية الهامر ماذا يفعل؟ حمر ليبرتيني أو ماذا يفعل؟ ناحية الكوموندو يمررها ناحية البلدوزر، يتقطع منه ويتحصل على مخالفة. مقابلة قوية جدا تقريبا من جانب واحد، هذا هو المستوى العالي في كأس العالم. يمررها ناحية الكوموندو ليعيدها، مقطوعة منه، لا تغامر يا أبو علي. صحيح أنك متفوق بثلاث أهداف لكن ما زال فيه لعب وما زال فيه احتمالات كثيرة لهذه المقابلة. تمرر ناحية الجارد في الجهة اليسرى، أين أنت يا برتينا وماذا ستفعل؟ مررها ناحية البيلدوزر راح في القائم الثاني، راح البيلدوزر دخل منطقة 18 متر، يحاول يتحصل على مخالفة وماذا يفعل؟ لا يغير مباشرة ناحية فيرستين ولا يوزع للبيلدوزر، ضعها، سجل الرابع يا البيلدوزر، السوبر هاتريك للبيلدوزر، يصعد البيلدوزر، جول 4-0 أمام الأسطورة ألكسندر دوبلفي، نتيجة تاريخية ومهينة جدا، 4-0 في ربع نهائي كأس العالم. أذكر أن مباراة الأياب ألكسندر دوبلفي تأخر في لعبة حوالي 3 أيام، ومباشرة بعدما دخلوا اللعب المقابلة الثالثة سجل أبو علي الأسلمي الهدف الخامس، مما أجبر ألكسندر دوبلفي على رمي المنشفة والانسحاب من المقابلة، ويتأهل أبو علي الأسلمي للدور النصف النهائي أين واجه حمزة بيك وفاز عليه، لم تسجل المقابلة. تجدون نلتقي إن شاء الله في مقابلة النهائي أمام ماك المعروف والغني عن كل تعريف، نهائي قوي جدا، تتابعونه على قناة خبير سكور ماتش، لا تنسوا الاشتراك. سلام.